أحسن الله إليكم. في هذا السياق هذه إحدى الأخوات فاطمة من المدينة المنورة تقول: أنا كثيرة الدعاء ولكن أحس أن الذي أدعو من أجله لم يتحقق حتى الآن، هل هذا له سبب في ضعف أو نقص في الدين؟ أولا المسلم يدعو، مأمور بالدعاء، والدعاء عبادة، بل هو أعظم أنواع العبادة. يدعو ولا يعجل، قد يؤخر الله الإجابة لصالحه، قد يؤجلها لصالحه، قد يعطيه خيرا منها، فيكل الأمر إلى الله عز وجل ولا ييأس ولا يقنط ويقول دعوت. قال صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قيل: وما يعجل؟ قال: يقول دعوت ودعوت فلم أرى يستجب لي. فلا يستعجل في هذا، والدعاء لا يضيع عند الله عز وجل، وهو عبادة يجر عليها، ويكل الأمر إلى الله. وقد يكون تأخير الإجابة في صالحه أو يدفع عنه من السوء مثلها كما في الحديث، فلا يضيع هذا عند الله إذا أخلص الدعاء لله عز وجل وداوم عليه، فإنه في عبادة ولا يقنط من رحمة الله. لكن قد يكون امتناع الإجابة لسبب من قبل العبد، بأن يأكل الحرام أو يشرب الحرام أو يتغذى بالحرام، كما في الحديث: في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام، فأنى يستجاب لذلك؟ فلا يستجاب له وهو يأكل الحرام. نعم.